عواد وإيده على الوتر بتقول كلام وترن، والكل عود حكايات هيقولها عم موريس. تلقى الخشب للوتر وقت السهر بيحن، العود ده زي البشر حكاي ولو أحاسيس. العود ده صاحب جدع، اسأل موريس عنه، يا بيسهروا يفضفضوا يا بيقعدوا يغنوا، بيقسموا سر وغناه وضحكته وبكاه، وكلام كتير جواه ما بيقولوش مع حد، فتحس إن العود صاحب حقيقي بجد. يا مرحبا، اهلا وسهلا بحضرتك، نورتي وشرفتي. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، كله كويس، ربنا يخليك. المكان الجميل ده، ده جميل بيكي لما انت جيتي، يعني الحمد لله. ده العماره اثريه جدا. اه العماره ديت اثريه جدا، ده انا مولود اصلا في العماره دي. انت مولود في الحته دي؟ مولود في العماره دي، وطبعا محطه القطر برده كان بيعدي. ودي كانت سرايا ولا كانت ايه، ولا عماره عاديه؟ هو عباره عن، هي فيلا، لو شفناها من الناحيه الثانيه هي فيلا كبيره فخمه، وكان وجواها تماثيل بقى وتيجان والكلام دوت. الله. وطبعا قعدوا يبنوا ادوار فوقيها لحد ما بقت اربع ادوار. بقت نص فيلا نص عماره. نص فيلا ونص عماره. يلا نخش نتفرج عليهم. اتفضلي يا شباب. موريس شحاته، ماريو موريس. ايوه. يلا. اتفضلي اتفضلي. يعني واحنا ماشيين في الشارع، واحنا ماشيين في الشارع الرئيسي من الحدايق والحاجات دي، ما تظنش خالص ان انت هتخش في مكان زي الخن ده اللي فيه عالم. هو المكان هنا بيمتاز بحاجات كتير قوي، يعني هنا القصر الريحاني موجود هنا طبعا. موجود شارع مصر السودان، حدائق القبة، الملك كان ساكن هنا، ودي أول ورشة باسم بابايا من سنة 73. موجود بابايا، بابايا كان صانع عود معروف قوي. والدي من ضمن طبعا مشاهير جدا جدا، وصنع ناس فنانين كتير جدا جدا، عمل لعبد الوهاب، عمل لأم كلثوم، عمل هي أم كلثوم نفسها كان عندها، كان بتعزف عود. كان بتعزف. ومين كمان؟ والدي طبعا سيد مكاوي، كريم محمود، استاذ محمد قنديل، كان طبعا مقيم هنا معانا كل يوم، لازم يجي من الساعه 10 للساعه 3، كان على طول لازم يبقى معانا، بيحب قعده الورشه ونشره الخشب والمنظر للتصنيع. بليغ حمدي طبعا هنا طبعا كان بيجي، استاذ كريم محمود طبعا، استاذ محمد قنديل زي ما قلت لحضرتك، وليد توفيق طبعا كان بيجي من الثمانينات ايام شهرته الجامده. صحيح. من زمان كان بيجي طلال مداح، كان بيجي ناس طبعا لو ذكرتهم ممكن الجيل الجديد مش هيعرفهم، يعني ملحنين وناس من السعوديه ومن الدول العربيه كانوا بيجوا هنا وقعدتهم في المكان دوت طبعا قبل ما يتغير الديكورات وكده، وقعده بسيطه وعزف عود وطول الوقت قاعدين، وفي ناس بتدندن والوالد شغال وكل حاجه. والدي في قاعده بيقولوها، اذا نطق الوتر سكت البشر، فدايما لما حد بيدندن وكده، لان والدي واخد الموضوع ده متعلم على ايد الخواجه جميل جورج. الخواجه جميل جورج يقول لي بابا، ده شامي جميل جورج. ايوه سوري. ايوه ده كان بيجي حضرتك درس الموضوع قوي يعني. انا مبسوط طبعا، عندك خبره في الاسئله اللي بتساليها لي وان انت فاهمه الحاجات دي. كتر خيرك يا اسمر. يا رب يخليك. ده كان بيبقى موجود بقى في القعده انور منسي، وطبعا عازف كمانجا طبعاً. بيبقى موجود السنباطي والاصابج ان يجتمعوا مع بعض في نفس المكان، اجتمع سمير مش عارف ايه، غصن مش عارف، انت عايز المنسي والصنباطي موجودين والناس تتكلم يعني. فلما كان بيتعمل القعده كان بتبقى القعده دي مش شامله غير ان هم قاعدين بيعزفوا والكباب في النص كده، ما يعملوش غير ان يقعدوا ياكلوا. امتى اكتشفت ان انت حبيبها وان انت موهوب فيها؟ هو حب جه من بابا لما كان مثلا يروح للاستاذ بليغ حمدي، يروح طبعا الموج الكبير، يروح للفنانين دي، فكانوا الله انت بتعمل حاجات ما حدش بيعملها، ايه الاصوات دي؟ فلما بابا بيعمل حاجه حلوه قوي فطبعا عندي ان انا لازم اعمل حاجه حلوه زي اللي بيعملها باباي، اشمعنى بابا بيعمل حاجه. فطفل طبعا انا مولود في نفس البيت زي ما قلت لحضرتك، اروح ادرس واجي، انا طبعا خريج كليه تجاره بس طبعا كل وقتي يعتبر هنا، اروح الدراسه بتاعتي، اروح الجامعه وكده، لكن معظم وقتي كان هنا. انت ليك اخوات يا استاذ موريس؟ ليا بنت وبس، اختي اخت واحده. فانت اللي حبيت العود؟ طبعا، ما هم يعني هي كمان تعتبر يعني رجالي اولادي شويه. كان عندك كام سنه طلعت اول عود؟ هو طبعا انا وانا عندي 12 سنه لحد 18 سنه بعمل اجزاء في العود، فانا لما وصلت 18 سنه كنت عملت كل الاجزاء بتاعت العود، بس لسه التقفيل، بس ان انا اقفل وان انا حاجه اسمها المرايه اخليها عيد لمليون في الميه عشان ما يحصلش بازنج او طزه. فانا وصلت بازنج او طزه اللي هو ايوه زنه يعني. الزنه دي